الدجاج، فكاين واحد الاقتراح كذلك ديال الدجاج بشكل مختلف، ولا هو الطريقه ديالو سهله وبالنسبه للسيدات اللي يعني مثلا مبحرين مثلا خارجين يعني في اخر لحظه كيرجعوا من البحر ويبغيو انهم يديروا شي حاجه اللي هي سهله وخفيفه وما كتاخذش الوقت. دابا مع العياد ديال البحر كنبغيو حويجات اللي هما ساهلين وخفاف، فممكن ان ناخذوا مثلا الدجاج اللي يكون مغسول من قبل، يعني مغسول مزيان بالملحه والحامض والسكنجبير يعني، ودرناه في الكونجيلاتور يعني بايت سواء ليله اولا مثلا سيمانه فما فوق في الكونجيلاتور، مقطع لطريفات يعني الدجاجه مقطعه على 4 او على 8 كل واحد كيفاش كيقطعها. بحال هكا يعني الطريفات اللي فيهم صدر الفخاد جناوح، مثلا دجاجه مقطعه مقرده غادي ناخذوها ونخرجوها من الكونجيلاتور. مثلا اليوم غادي نخدموا بها، مثلا فقنا في الصباح غادي نخرجوا مثلا وهذا صافي نخرجوها من الكونجيلاتور ونخليوها باش كتطلق مزيان، وكناخذوا الكوكوط. غادي نديروا دوك الطريفات قطع ديال الدجاج يعني بالعضومات ديالهم، ديك الدجاجه اللي مقرده على 4 ولا 6 ولا 8 على حسب كل واحد كيفاش يقطعها. غادي ناخذوا دوك الطريفات ديال الدجاج وغادي نديروا فيها الماء الكافي، يعني ما نعمروش لانه الدجاج الرومي دغيا تيطيب، ما نعمروهاش يعني بالماء بزاف، وانما اللي غادي يغطي لنا الدجاج، يعني نديروا القطع ديال الدجاج ونديروا الماء اللي غادي يغطي لنا يعني هذاك الدجاج، ولكن ما يكونش عامر بزاف لانه دغيا كيطيب. وغادي نديروا معاه شويه ديال الابزار، وغادي نديروا معلقه كبيره ديال الزبده صافي، وغادي نقفلوا عليها. غادي نديروا القطع ديال الدجاج، غادي نعمروا على داك الدجاج الماء يعني القياس فوق الدجاج بشويه صافي، نحبسوا الماء. غادي نديروا شويه ديال الابزار، نديروا معلقه كبيره ديال الزبده فيها غير الابزار والزبده، وممكن كيبقى اختياري ممكن انكم ديروا الابزار ومعلقه كبيره ديال الزبده، ممكن انكم اللي ما تيبغيش مثلا الدجاج يكون داك اللون ديالو يعني باهت، فممكن انه يدير اما شعيرات ديال الزعفران اولا شويه ديال الخرقوم البلدي، وممكن انكم ديروا حتى دريسات ديال الثومه. هادو بجوج كيبقى اختياري لكم اختيار. قلنا قطع ديال الدجاج في الكوكوط نغطيوهم بالماء، ما نعمروش بزاف يعني غير نغطيو القطع ديال الدجاج بالماء بواحد شويه صافي نحبسو، ونديرو شويه ديال الابزار ونديرو معلقه كبيره ديال الزبده. اللي تيبغي الثومه يدير درسات ديال الثومه جوج ولا ثلاثه اما محكوكين ولا صينين، واللي تيبغيها بداك اللون شويه صفر يدير الزعفران ولا الخرقوم البلدي صافي، وتنقفلو عليها على عافيه مهينه وكنخليو داك الدجاج كيطيب، كيبدا يقلل داك الماء كيبدا يطيب وكيطلق داك العصاره ديالو، فكتبنن هذاك الدجاج داك الدجاج وديك العصاره ديالو كيطلقوا في هذاك الماء، وكيبقى غادي وتيقلل وغادي وتيشرب حتى كتولي واحد المريقه مدغمره يعني مريقه قليله، وكيجي هاد الدجاج بحال الشكل ديال اللحم اللي كنا عطينا مفور اللي كيكون غير بالسمن والبزار بنفس الطريقه تقريبا. ففي الدجاج حتى هو كيجي مزيان، وملي كتبقى نشوفوا انه الدجاج صافي طاب والمرقه قلالت، هذيك المريقه اما كتقدم معاها وناخذوا دوك الطريفات ديال الدجاج وندهنوهم بشويه ديال الموطارد مع شويه اما الموطارد اما شويه ديال الزبده مع شويه ديال التحميره باش يعطينا اللون، اولا شويه ديال الخرقوم على حسب اللون اللي بغينا، وندخلوهم الفران يتحمروا، وديك الساعه كنقدموهم مع خضره مفوره. هذيك المريقه ممكن اننا نكونوا مفورين اللوبيا والقرعه الكورجيت والبطاطا مثلا والبروكلي داك الخضر، ونكونوا فورناهم وكنهزوهم وكنديروهم في هذيك المريقه ديال الدجاج، كتكون قليله بزاف وكتجي ديك الخضره مشربه بهذيك المريقه، وديك الساعه في طبق التقديم كنحطوا هذوك القطع ديال الدجاج اللي ملي طابوا دوزناهم في الزبده وحمرناهم في الفران، ونرافقوهم مع ديك الخضره. كيف ممكن هذيك المريقه اما نخليوها مع الدجاج غير نحمروا في الفران، ولا ممكن على كذلك اننا يكون عندنا مثلا كميه من الرز سلقناه من قبل في شويه ديال الزعفران او شويه ديال الخرقوم البلدي، اللي تيبغي صفر اللي تيبغي الرز صفر، اللي تيبغي الرز بيض يخليه كيف ما هو، وديك الساعه ملي كيتسلق لينا كنهزوه وكنخليوه يتسخطر مزيان وكنرميوه في هذيك المريقه كتكون قليله، وملي كنخلطوها مع هذاك الرز صافي كتطلق لينا ديك البنه ديال هذيك العصاره ديك الضميره ديال ديك المريقه ديال الدجاج كتطلق لينا في هذاك الرز، وبالتالي صافي كيجي يعني حتى هو طبق متكامل فيه الدجاج وفيه الرز. ممكن قلنا نقدموه مع الفريت، ممكن نقدموه مع شلاضه فيها الخصومة طيشه وشلاضه اللي بغينا، ممكن نقدموا هاد الدجاج مع مخضره مفوره ودوزناها في ديك المريقه اولا الرز. بالنسبه قلنا غير الكوكوط نديروا فيها القطع ديال الدجاج، ضروري ان الدجاج يكون بايت ويكون يعني مغسول مزيان من قبل، يعني
يعني يكون ما نديروش ديال نهارو وناخذوا دوك قطع ديال الدجاج نديرهم في الكوكوط نغطيوهم بالماء ما نكثروش الماء غير نغطيو الدجاج صافي نحبسوا لانه الرومي دغيا تيطيب الدجاج وغادي نديروا في القوام معلقه كبيره ديال الزبده قلنا وشويه ديال الابزار اللي تيبغي دريسات ديال الثومه يدير جوج ولا ثلاثه اما محكوكين ولا يخليهم صاينين حتى من بعد ويمعكهم في هذيك الدغميره ديك المريقه اللي كتبقى قليله واللي ما بغاش ما يديرش الثومه كاين اللي كيبغي اللون عادي ديال الدجاج غادي يكتفي غير بالزبده والابزار واللي تيبغي شويه ديال اللون يكون صفر وغادي يرافقوا مثلا بالروز صفر ممكن انه يدير شويه ديال الخرقوم البلدي يعني ديال الدار الخرقوم البلدي ديال الدار ولا الزعفران شعيرات ديال الزعفران كيبقى على حسب الاختيار ديالكم المهم انه في هاد الدجاج اللي بزار ومعلقه ديال الزبده نقفلوا عليه العافيه مهله مع داك الماء وكنخليوه حتى كيطيب وكيقلل داك الماء وكيطلق واحد العصاره اللي كتبنن هذيك المريقه وهذيك المريقه داك الماء اللي درنا كيبدا غادي وكيقلل كيطيب فيه الدجاج وكيبقى غادي كيقلل داكشي علاش قلنا ما نكثروش لانه الا كثرنا غادي يطيب لينا داك الدجاج وغادي يجي بحال مسلوق يعني غادي يبقى يطيب 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 ولكن ديك المرقه كتبقى كيف ما هي وغادي نحصلوا غير على داك المرق ديال الدجاج.